من ضمن الحاجات بقى اللي قالوا عليها حلوه في العشرة جنيه دي هي ما بتتنيش، يعني مثلا انا لو مسكتها عملتها كده وجيت افتحها المفروض انها ترجع زي ما كانت. الحاجات التانيه اللي قالوا عليها برضو ان هي لو اتحطت مثلا في ميه كده والمفروض تطلع، لا فعلا لا، يعني مجرد بس ما همسح عليها كده ولا كاني كان جه عليها ميه. وطبعا دي حاجه حلوه جدا في صالح ستات البيوت لما بتغسل الهدوم وبعدين تلاقي الفلوس بقى واقعه في الغساله وبايشه وحالتها وحشه وتقعد تقول قولوا لي حل اعمل فيها ايه. لا حلوه جدا. الحاجه الثانيه هجربها ان اكتب عليها. عارفين بقى طبعا الاهداءات واهداء مش عارفه من مين لمين والذكرى الخالده ونلاقيها مصروفه تاني يوم، فانا هجرب كده اكتب عليها شوف بقى هتمسح ولا مش هتمسح. انا بوظت العشرة جنيه مسحتش. طب هجرب ارش عليها سبيرتو واشيل الحبر. اوه دي اتمسحت. اخر حاجه بقى عشان انا قلت دي اسيبها للاخر ان انا اقطعها، وما قالوا ما تتقطعش، هقطع حته صغننه عشان برضو ايه يعني هي لا ما بتتقطعش، اكيد لو قصتها هتتقص بس انا مش هقصها.